النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها حول الطقس الصيف الاعتيادي وارتفاع قليل على درجة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع واستمرار الليالي اللطيفة والرطبة والمائلة البرودة في بعض المناطق نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم والتي توضح منطقة بلاد الشام ومنطقة شرق البحر المتوسط من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي تشكلت في شمال ووسط المملكة وأيضا بعض المرتفعات الجنوبية سرعان ما تلجت هذه الغيوم خلال ساعات الصباح المتأخر ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الأربعاء إلى يوم السبت، نلاحظ استمارة تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة اعتيادية أي طقس صيفي اعتيادي متوقع أن يؤثر على المملكة خلال نهاية الأسبوع وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن يومي الخميس والجمعة يتوقع أن ترتفع قليلا درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن يكون الطقس صيفي اعتيادي أي حار نسبيا في أغلب المناطق ننتقل الآن إلى العاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تتفرق بعض الغيوم منخفضة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر مع 20 درجة مئوية أما بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الخميس طقس صافي 28 إلى 21 درجة يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة 30 إلى 22 درجة أما يوم السبت تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية تسجل 30 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 20 درجة مئوية في ختام نشرتين استعرض هذا الفيديو حيث تعرضت محافظة صبية بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة الماضية لاضطرابات جوية قوية وغطت السماء كميات هائلة من السحب الركامية الرعدية التي منعت وصول ضوء الشمس وقلبت النهار ليلا بشكل غير معتاد وتساقطت الأمطار الغزيرة أيضا والتي جرت على اثرها الاوديه والشعب الى إيه هنا تنتهي نشرتنا الى اللقاء